أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة، معنا اليوم مدام أمل صاحبة تشويس برايم صالون. أهلا مدام. أهلا فيك. بداية شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ومبارك عليك الشهر الكريم. الله يبارك فيك. شكرا مدام. ممكن بداية تحكي لنا المزيد عنك وعن بداياتك مع الصالون؟ أوكي. أنا اسمي أمل، من المغرب، عايشة في دبي 7 سنين لهلا. أول بداياتي لما أجيت كنت بشتغل بس في صالون، يعني كبدايتي ما كانش عندي مشروع أو شيء. اشتغلت الحمد لله 6 سنين، بدأت أفكر إن أنا أعمل مشروعي الخاص، والحمد لله توفقت كبداية. تقريبا هلا سنة ابتديت، والحمد لله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى ومجهودي. انا انسانه ما بستسلمش، يعني لما بحب اوصل لشيء بوصل له. ما شاء الله. طيب مدام، من ما شاء الله جاء الصالون ديكوره حلو ومكانه كثير حلو، ممكن تحكي لنا الخدمات اللي بتقدميها جوا الصالون؟ تقريبا بنعمل كل الخدمات، الشعر تريتمنت، علاج للشعر، صبغات، هايلايت، قص، سوشوار، واكسينج، ميك اب، مانيكير، بيديكير، عندنا نورمال، جيلش، اكستنشن، كل الخدمات، حمام مغربي، عشان انا مغربيه كله بيطلب مني الحمام المغربي. عملت حمام مغربي وتقريبا نفس الديزاين بتاع المغرب. طبعا اكيد حاطه لمستك المميزه على الحمام. طيب كل صالون له لمسه وله طريقه في تقديم خدماته بالتميز، انت كيف تميزتي عن بقيه الصالونات بتقديم خدماتك؟ الحمد لله، يعني حب الناس لإلي، والبرودكت يعني كمان الزبائن بيفرق معاهم الكواليتي بتاع البرودكت، كمان الاسعار بتفرق، يعني الحمد لله. جميل جدا. مدام امل، بدنا نعرف شو مخبي للمستقبل وشو تطلعاتك للمستقبل للصالون؟ والله ان شاء الله بفكر، يعني لو المشروع نجح يعني اقدر افتح اكثر من فرع ان شاء الله. اتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق يا رب. مدام امل، من خلال تواجدك في الامارات وخبرتك حاليا كرائدة اعمال في الامارات، شو نصيحتك لاي حد بيحب يقدم استثمار داخل الامارات؟ والله حلو، يعني انا بشجع اللي يعني يبتدي، حتى لو ابتديت من الصفر، يعني اهم حاجه تبتدي من الصفر، عشان لما بتبتدي من الصفر بتحس بالنجاح. لا يعني اي حدا عنده فكره من غير الصالون، يعني اي مشروع بده يعمل، يعني يبتدي يعني كخطوه اولى. جميل جدا. اخيرا بدنا نعرف ليش اخترت دوله الامارات لتكون بدايتك لتنشئي البزنس تبعك فيها؟ والله دولة الإمارات بلدنا الثاني، وحبنا لإلهم والأمن والأمان، وفيها كثير شغلات حلوة يعني مش موجودة في بلاد كثير عربية. أخيرا بدنا نخبر المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. احنا حاليا موجودين في JLT، وتقدروا تتواصلوا معنا على السوشيال ميديا والأرقام التليفون اللي موجودة فيه. شكرا جزيلا مدام أمل، نورتينا اليوم. الله يخليك. شكرا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.